بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أحبتي في الله، نحن على وشك أن نستمع إلى أذان العشاء من المسجد الأقصى المبارك. بارك الله فيكم ولكم وعليكم وأكرمكم وثبتكم وهداكم ووفقكم لما يحب ويرضى. كونوا معنا يرحمنا ويرحمكم الله. مرحبا بذكر الله. الله أكبر الله أكبر. مرحبا بذكر الله. بسم الله، أقول بسم الله. الله يخلي لك إن شاء الله، يحفظكم إن شاء الله، يبارك عمرك يحفظكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه الصلاة والسلام. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الله يكرمك. ركوة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا والدرجة الرفيعة التي وعدته، وجزه عنا خير الجزاء، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا حي يا قيوم رحمتك استغفرك يا حي يا قيوم
فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة ورهبة للذين هم لربهم يرهبون. اللهم سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى وموعظة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. اللهم سمع الله لمن حمده.
الله سمع الله لمن الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله سمع الله الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله